احنا عارفين من الاول طبعا المجموعه المنافسه مش سهله، وان التلات فرق تقريبا في المجموعه كلهم مستواهم متقارب، وازاي احنا عشان نتاهل او نحافظ على حظوظنا لازم نكسب الماتشات الجايه ونحقق نتيجه ايجابيه عشان نعرف نتاهل للدور. كان طبعا الدوري المحلي فيه فرق قويه، لكن برضو المستوى الافريقي مختلف، لان رابطه الابطال الافريقيه بتجمع ابطال الدوري واقوى فرق في كل الدول المشاركه، فبالتالي المستوى بيبقى اعلى. غير في عوامل تانية زي السفر، ساعات السفر طويله، وزي ظروف المباريات المختلفه دي بتاثر، فطبعا مش ممكن يكون نفس الاداء. هو بيقول بالنسبه لسيمان كوليبالي اعتقد ان الفريقين صفح يعني كتاب مفتوح، كل فرقه عارفه الثانيه هتلعب بايه، وانا مركز اكتر في هلعب بمين مش مهم، او هلعب بايه وايه طريقه ادائي واسلوب ادائي، مش الفرقه الثانيه مين هتلعبه ومين مش هتلعبه وطريقه اللعبه. انا مركز في ادائي، انا مش مركز في اداء الفرقه اللي هلعبها. ده بالنسبه لسؤال سيمين كوليبالي. السؤال الثاني بتاع الزمالك، فبيقول انا طبعا بمرن في مصر واكيد كويس لكره القدم المصريه ان فرقه الزمالك تتاهل، واحنا ان شاء الله ممكن نتاهل احنا كمان، بس برضو بكرر حاجه زي كده ما بتاثرش علينا، احنا مالناش علاقه، احنا مركزين في لعبنا ومركزين في الماتش بتاعنا بكره وفي الماتش الجاي اللي بعده عشان نتاهل احنا كمان للدوري.